تابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يصل الطقس صافي 28 درجة مئوية، الملموسة 25، الرطوبة 22%، والرياح خفيفة السرعة بالمجمل. أنتقل الآن وإياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا من إربد 37 23، المفرق 37 23، أيضا جرش 36 22، أما عجلون 35 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة عمان 35 إلى 24، الزرقاء 38 إلى 23، البلقاء 38 إلى 25، مأدبة 36 إلى 23، البحر الميت 43 إلى 29. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، نبدأ بالعقبة 41 إلى 29، معان 35 إلى 23، الشوبك 34 إلى 23، الطفيلة 35 إلى 25، والكرك 33 إلى 22. المنطقة الشرقية، طقس حار في الأزرق 40 إلى 26، الصفاوي 39 إلى 23، أما رويشة 39 إلى 22. إلى اللقاء.